قيس عبد الله ثنيان الغانم، أمين سر اتحاد العقاريين، مؤسس مجموعة قيس الغانم، الشركة الرائدة في مجال المنظفات السائلة. جاسم غبازرد، رجل أعمال ومهندس مدني وصاحب مكتب جاسم غبازرد للاستشارات الهندسية. عبد العزيز اليوسفي، رجل أعمال يملك مشاريع تجارية، أحد مؤسسي شركة بست يونايتد للإلكترونيات، ومهتم في المشاريع الصغيرة والمتوسطة. المهندس طلال المهنة، شريك مؤسس في عدة مشاريع صغيرة ومدرب في جمعية المشاريع الصغيرة. حلقة اليوم من عصامي، أربع مبادرين يخوضون فيها تجربة جديدة وفرصة استثنائية لتحقيق آمالهم وطموحاتهم التجارية، وعشان تربح الديل لازم تقنع المستثمرين بمشروعك. والبداية مع عبد العزيز كمال اللي عنده نادي صحي لذوي الاحتياجات الخاصة ويبي يطور مشروعه. خلونا نشوف الصار مع عبد العزيز. مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور. بالنور. مساك الله بالخير. اليوم هم إن شاء الله أربع مشاركين جايين، ونتمنى نكون يعني السكسس ريت مثل آخر حلقة واللي قبلها. إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمة. يعطيكم العافية. السلام الله فيك. أنا مرحبا. معكم أخوكم عبد العزيز كمال. نعم. صاحب نادي صحي لذوي الاحتياجات الخاصة. عبد العزيز نشوف التقرير ونرجع لك. تفضل. حبيبي دام فضلك. الله يخليك. مشروعي عبارة عن نادي صحي لذوي الاحتياجات الخاصة، عبارة عن تمارين جماعية، كل تمرين أو كل مجموعة تختص صعوباتها أو الإعاقات اللي فيها. جت الفكرة من هالناحية هذه، شفت أنه ودي أضيف في المجتمع نادي رياضي مختص في هالفئة هذه. الصعوبات اللي واجهتها أني أنشر الفكرة أو أنشر المبدأ للناس. للأسف الناس للحين متعودة على المركز أو علاج طبيعي، مو عارفة أن في نادي صحي خاص لهم أهمة. الخطة المستقبلية نشر الوعي في الكويت بوجود نادي نفس نادي نوفو 40، نادي مختص لذوي الاحتياجات الخاصة الذهنية. هذا يصير عن طريق تسويق على مدى طويل، ويحتاج مبلغ يتراوح ما بين 20,000 إلى 25,000 دينار كويتي. سمي عساك على القوة. الله يخليك طول عمرك. شو جاتك الفكرة؟ كوني أخ لأخ من ذوي الاحتياجات الخاصة، حاولت أدور نشاط رياضي حقها. الأندية التقليدية معظمها يعني يا يتنرد يا ينجبر أن تي مع ناني أو يجون مع أو أن تشترك مع برايفت ترينر. جت لي فكرة وطبقتها. عندي سؤال، احنا بتقول ذو احتياجات خاصة، انت قصدك اللي يعني هل إعاقة فيزيكال يعني فرضا ولا منتل، يعني الاوتيزم والسمونه والداون والامور هذه؟ احنا حاليا مجزئين النادي على كلاسات، وهو مو نادي تقليدي بحيث ان المشترك يدش ويتمرن ويطلع، لا هو نادي اورلي بيس جيم، يعني كل ساعة حصة، كل حصة مجموعة. كل احنا عندنا ثلاث مجموعات. نعم. مجموعه البولرس اللي هم الداون سيندروم. نعم. هذول لهم تمارين خاصه حقهم وساعه كامله حقهم. عندك الانتيرس اللي هو التوحد وطيف التوحد. نعم. يتمرون المجموعه، والفيجا اللي هم الاعاقات الذهنيه المتوسطه والبسيطه. نعم. فكل واحد له ساعه يتمرن ويمشي. سؤالي انا، هل انت لما فكرت في هذا الموضوع، نعم، هل أنت متخصص في هذا الموضوع؟ أنا شخصياً لا مو متخصص، بس جبت أعمال متخصصة. زين، هل أنت عملت دراسة إحصائية بالكويت؟ نعم. بالكم؟ نعم. أو إمكانياتك اللي تقدر تستحوذ عليهم بعملك هذا؟ نعم، أنا سويت دراستي. عطنا الأرقام من فضلك. أنا سويت دراستي في 2018 وقدمتها في 2019. كانت الإعاقات في الإحصائية موجودة في موقع إلكتروني تبع هيئة العامة ذوي الاحتياجات الخاصة. حزتها كان الإحصائية 45,000، الحين طالع 52,000 من ذوي الاحتياجات الخاصة. نعم. هو صدق ماركت نيش بس كبير. عبد العزيز على أنه مو متخصص في هالمجال، بس فاهم ومتمكن من المشروع وقدر يجذب المستثمرين. شنو المساحة اللي الآن؟ حالياً 461 متر.
داخل هاي المساحه اللي شفتوه هذا تقريبا 180 متر صاله او بعدين ريسبشن اريا، واللي على اليسار راح يصير كيدز اريا، راح يصير الاعمار من 7 وتحت. وزين اولاد وقصدي رجال وبنات؟ حاليا رجال فقط. حاليا رجال. زين شلون تشجع، شلون تسوق هالموضوع اساس انه يونك؟ انا ابي اسوي جانب زائد، يعني زايد اللي هو الترفيه والرياضه. نعم. ابي اضيف هال اوبشن حق ذوي الاحتياجات الخاصه. الحين وصلت تقريبا 75% من بريك ايفن، وانا مبطل من شهر 10 10 اللي طاف. ها اي والريتنشن عندي تقريبا 90%. كل اشتركوا من شهر. كم مشترك حاليا؟ 36. والمكان يشيل كم؟ المكان يعني على الكلاسات كلها الجانب اليمين يشيل 120 والجانب اليسار يشيل تقريبا 150. اي حق الاطفال يعني على حسب الجدول. 36 و75 معناته انت عشان تبريك ايفن 48. انا تبريك ايفن 48 ل 50. ارقام عبد العزيز زادت من رغبه المستثمرين في المشروع. سؤالي انا الحين، انت لما تقدمت لهالمشروع هل الرأس المال اللي كان المشروع يقام على أساسه كم كان رؤاك أنت للرأس المال؟ 171,000. أنت هل رأس المال أخذته عن طريق صندوق صغار المستثمرين؟ نعم. كم أعطوك إياه الرأس المال؟ 170,000؟ أعطاني 171,000. 171,000. الرتير مالك على رأس المال من الناحية العملية كم تتوقع أنت؟ يعني الاراي يعني كارباح اراي او الاي ار ار. نعم. انت قاعد تتكلم عن 4 أشهر وكونسبت جديد. لا توقع يعني تقريبا، يعني انا اقول لك تقريبا عطني. اي يعني انا حاط ببالي اراي خلال 2-3 سنين. ها الاراي من 2-3 سنين اغطي المبلغ كامل، تغطي المبلغ في حال 120 مشترك الجانب واحد تفول. أسئلة قيس الصقر كانت دقيقة وتفصيلية، خلت عبد العزيز يرتبك. أدري أن راح أواجه أشخاص مخهم تجاري وتفكيرهم والباكراوند بالتمويل عندهم وايد قوي. خايف أني مثلاً ما أجاوب السؤال أو ما أوضح المعلومة كثر ما هم متوقعينها. 20,000 ل 25. كم النسبة اللي أنت بتتنازل عنها مقابل هالمبلغ هذا؟ نيغوشيبل من 5 إلى 10. وبتصرفها في التسويق؟ تسويق. برنامج التسويق هذا واضح عندك ايش تبي تسوي. بالذات تحتاج هالمبلغ. نعم. وراح توصل الى اقدر اشرح لكم اذا تبون. عطنا فكره تقريبا، يعني كامبين سوشيال ميديا، كامبين انفلونسرز، و بس عشان تطوير خدمات، عشان تطوير الخدمه بحيث انه تستوعب العدد الأكبر. الخدمات تعتبرها كافية اللي عندك. أنا من ناحية عمالة وهذا والمكان والأجهزة والمعدات مكتفي. سؤالي بس بسيط، اللي يشتغلون عندك الأجانب هذولي أرضي بروفيشنالز يعني؟ عندي مدرب، كل حصة يشرف عليها مدربين رياضيين 2 وسبيشل بيداغوج. سبيشل بيداغوج هو إنسان مختص في الحالات هذه، الإعاقة. الذهنية، أنا الحين مركز على الذهنية. عبد العزيز الحين ممكن اسال، هل انت الان النتائج جيده يعني؟ والله الحمد لله، اذا انا عندي 90% ريتنشن اللي هم يريدون يشتركون، انا اشوف هذا نجاح. صح. بالنسبه لي انا. صح. عبد العزيز عارف شلون يروج نقاط القوه وايجابيات المشروع، وهذا عجب المستثمرين. 6 أشهر حصل 30 يسمونه زبون، 90% من الزباين قاعد يردون. شغله ماشي، وامانه في جانب اجتماعي انساني كبير بالموضوع هذا. عفوا، هو الاشتراك شيء والنتيجه انه يستفيدون. انا ما ادري المعاق شو يستفيد. الاستفاده من المعاق محتاج رياضه، هذه ما في، ومنفس. اوكي صح. زين، محتاج نشاط. اللي يتفضل فيه هو صحيح كلامه، المعاق ما في اي نتيجه بياخذها ايجابيه اكثر ما يكون بس تحرك عضلاته. نعم. وتخليه يتنفس عنه، يعني إذا قاعد بالبيت فهو خمول. نعم. وإذا قاعد بالبيت تزيد. صح. الوضع النفسي سوءا يعني. للأمانة 200 سمونا 25,000 ولا 20,000 ل 25,000 مقابل 10%، رقمك سليم. أنت حاط 170,000 رأس المال. أي. أنت ماخذ كقرض، زدناهم 35,000 دينار اللي هي خلينا نقول تقريبا 22% كالسويت أكوتي، التعب اللي سويته والفكرة. أي. فهذا الاسك الفالويشن مالك سليم.
أوكي. بس إذا قلت لا والله 170 ألف دين على الشركة، فيش شريك أعطاك 20 ألف خذ 10% بس تحمل هم 20% من الشركة المديونة 170، لا الأرقام هني تغيرت. أنا فاهمك لا بس في نقطة هني مهمة. أي إنسان بيدش معاك حتى لو ب5000 دينار بيتحمل مسؤولية قانونية اتجاه القرض هذا. اليوم مش كلمة تفضل أخ العزيز، إذا بتحمله مسؤولية وتدخله شريك وهو بعيد عن الإدارة ولا يفقه في هذه الإدارة، فأنت قاعد تخوفه كريسك. يقول لك أنا باشر هال5000 زي ما بيها، بس باشر بتجي الحكومة تقول لي تعال 170 ألف عليك أنت. بس هاي تنحل إذا أنت تقدر تقول لا 170 مالك الشريك ما له شغل فيها، في طرق قانونية تنحل. هل أنت هذا مستعد يعني أنت تسويه ولا لا؟ لا يعطيك إياه كقرض يعني عقد محاصصة مثلا أو شيء بالباطن يكون يعني بالباطن لا مو إلا بالباطن يكون بين الشريكين اتفاق. أنا ترى في أمور legalities we can work on. yes يعني. you don't mind. I don't mind. إن أنا إذا بيجي بقول لك ترى 20 ألف مقابل 10% شرط 170 ما لي شغل فيها، نحلها قانونيا. اوكي. اليوسفي عنده اوفر ويبي يطمن ان القرض ما يتحمل مسؤوليته كمستثمر. عرض اليوسفي كان زين ودقيق، كان وايد دقيق في التمويل، وبنفس الوقت كان متخوف من يدش في عقد حكومي او قرض حكومي. فلما المستثمر وصاحب البزنس يعني يتفقون على تقييم، خلاص يعني ان شاء الله يكون في ديل. I have no interest. مو لأن البزنس فكرتها وايد حلوة، بس الشريحة المستهدفة صغيرة جدا. صح. فأنا أخاف أدش في هذا الشيء. بس الفكرة حلوة. شكرا. بس عمل أقدر أسميه جبار. شكرا. صراحة في شكرا. في سنك وفي هالوضع اللي أنت فيه، إنك شكرا. وصلت لهالمواصيل بهالسرعة بهالطريقة، وعندك الطموح والشكل المكان جذاب وحلو، وما دام إنه الزباين قاعد يجونك فأنت ماشي بالطريق الصحيح إن شاء الله. إن شاء الله. الله يوفقك. ما قصر. الله يوفقك. فأنا الأوفر مالي 20 ألف مقابل 10%، بس أنا ما لي شغل بالدك 170. إذا موافق قول اعتمد. اعتمد. تمام. مبروك. ما قصر. يعطيكم العافية. مشكورين على البرنامج. لا بالعكس، يعطيك العافية أنت على المشروع هذا الخير. شكرا. أنا أعتبره إنساني بعد ترى جزء. شكرا. يعطيكم العافية. الله يخليك. موافق إن شاء الله. أجمعين. طبيعة الحال مشروع جيد. ما أعرف تخصصه شنو، ما نسيت أسئلة. هي أسئلة ما هو مو تخصصه هذا. أدري بس تسأل وش. مجرب ولا تسأل الدكتور هذا يعني أول إن أخته. عدل. إعاقة كان. هو عارف ومقدر وفي باشن في شغف. عبد العزيز كمال كسب الديل. اليوسفي استثمر معاه ب20 ألف دينار مقابل 10% شرط عدم تحمله مسؤولية سداد القرض 170 ألف من الصندوق الكويتي للمشاريع الصغيرة. الحين دور أسماء إدريس ولول والتميمي اللي مهتمين بالتصميم الداخلي والديكورات، خنشوف شنو صار معاهم. بس لو تعرفون عن نفسكم بعدين إن شاء الله مندش على البرومو. معكم مصممة أسماء إدريس من فريق ليون ديزاين، ولولو التميمي مصممة من ليون ديزاين. إحنا مشروعنا عبارة عن تصميم داخلي ماشي بثلاث اتجاهات: استشارة، تصميم مع تنفيذ. الفئات اللي يشملها ما في شيء معين، يعني مشروعنا عبارة عن كل شيء نسوي: مطاعم، حدائق، غرف نوم، مكاتب، كل شيء يخص الديزاين. نطاقه وايد واسع، يعني ما يخص فئه معينه، فئه عمريه معينه. خلاص نشوف بس البرومو بعدين ان شاء الله رد بالاسئله. لاين ديزاين عباره عن تصميم داخلي، تنسيق واعاده تدوين منتجاتنا، ونسقنا وسوينا منتج خاص حق لاين ديزاين
عبارة عن ثريات شموع، وإعادة التدوير عبارة عن إكسسوارات موجودة عند العميل مو حاب إنه يتكلف فيها، فإحنا نصيغ ترتيبها ونصيغ حلتها يعني بشكل جديد. أنا وأسماء هاوين للرسم والتصميم، من هني ابتدت فكرة المشروع. مشروعنا عبارة عن ديزاين، تصميم داخلي، استشارات، إعادة تدوير، بحيث إن إحنا نستخدم الأشياء القديمة ونحدثها، لأن مو دائماً العميل إنه يكون عنده الميزانية إنه هو يغير هالشيء. فمثلاً في أحد المشاريع اللي واجهتنا إن العميل ما عنده القدرة المادية اللي يغير فيها الباب، فأضفنا شرائح خشبية بحيث إنها تخدم الثيم. جميع الشرائح يعني المستهدفينها الأطفال، الكبار بالسن، الطلاب، وايد يعني ما في شريحة معينة. الهدف من فكرة المشروع إن أنا أصقل هوايتي وموهبتي بحيث إن أنا أطورها وأخدم فيها غيري. اثنين، إن أنا أوصل للعالمية، أخلي سلسلة من الذوق والأثاث يكون جديد نازل تحت اسمي، اسم ليون ديزاين. إن أنا أوصل رسالة إن الهوم is not place، الهوم هو مشاعر، شعور إن أنا ألمس صاحب المكان، أوصل حق ذوقه، أوصل حق النقطة اللي هو يبيها. الدعم اللي أنا محتاجته عشان يكون مشروعي موجود على أرض الواقع 40,000 تقريبا رايح على العمال، الورشة، النقليات، المواد اللي بستخدمها. شنو الباك جراوند تخصصكم ودراساتكم؟ أنا دراستي هندسة كهرباء. نعم. ودورات أنا ماخذتها هواية أكثر من إنها دراسة، حبيتها أكثر. عدم تخصصهم في المجال راح يصعب عليهم إقناع المستثمرين. أسماء قالت لي أنا أصلاً، قالت أنا مو متخصصي أصلاً، حتى أصلاً لولو مو متخصصة، هي مهندسة قالت شيء كذي يمكن، وبس مو متخصصة انتيرير ديزاين ولا أركيتكت ولا لا شغل. فهي إذا فالشخص اليوم إذا هو مو متخصص يعتمد على شنو؟ على سمعته. هل أنتم نفذتوا مشاريع؟ إيه نعم. شو عدد المشاريع اللي نفذتوها؟ حروة العشرة تقريباً. إيه لأن ما كملنا سنة. أي مجال؟ في مجال المطابخ. نعم. غرف النوم. المطابخ ولا المطاعم؟ لا مطابخ. 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 للحين ما حصلت لنا فرصة إن إحنا نسوي مطعم أو كافي. مجال الغرف النوم، الصالات، مكاتب محاميين، حدائق. زين، شنو رأس المال اللي أنتوا أضفتوه لتقوموا بهالعمل هذا؟ يعني إحنا حسبناها سوينا دراسة كستة أشهر، فإحنا نحتاج تقريباً 50,000. عشان يتوفر لنا مثل ورشة أو معرض، تكون جزء منه معرض أعرض فيه، نعرض فيه التصاميم، وجزء منه ورشة تكون أشياء مستوردة. نقدر نسوي منتجات حقنا خاصة، نصنع أشياء عشان نقدر نعرضها ونقدر نبيعها، وهم نضيف زائد التنسيق والديكورات كلها. فهالمعرض هذا راح يخدم ثلاث جهات اللي قلت لكم عنها، الاستشاري في استشارات، فساعات أحد مجرد ما يبي استشارة أنا شنو أحط، شنو أسوي، شنو برايكم، تصميم يبي تصميم فقط إن أنا تصمموا لي مثلا غرفة نوم، حديقة، مطعم، وكذلك والتنفيذ إن أنا أستفيد من ورشتي من الأشياء المعروضة إن أنا أبيعها. السؤال اللي نسأل إن أنتوا كم حاطين لحد 50,000؟ أنتوا حاطين 50,000؟ كم طالبين؟ حسبنا طالبين 50,000. لا، أنتوا كم حاطين؟ أنتوا لحد الآن كم صارفين؟ إحنا يعني على حسب العميل اللي يجينا، هو يحدد شنو حاب تكلفته، يعني عالية، وسط، نازلة. هم مو حاطين رأس مال، هم مشتغلين. إحنا يعني مجهودنا بروحنا. مجهود. كم صرفتوا للحين؟ ما صرفنا. من جيبكم ولا شيء. زين، وال 50,000 الشريك اللي بيدش يعطيكم 50,000، كم من الحصة اللي راح ياخذها النسبة؟ يعني 20% نسبة الأرباح. مو من الأرباح، قصدك من الشركة، إذا شريك معاكم صح؟ شريك كشراكة. إي شراكة بالضبط. 20%. يعني أنتوا تبون واحد، شوفي. إي. يا بنيتي أنتوا أعماركم صغيرة. إي العمر كله. أنتوا إحنا شياب. بس لما تقولي لي لواحد عطني 50,000 عمي دخلت معاك وأعطيك 10%. 20. أو 20%. يعني كان شو تقولي له شويه انت بنزيد شويه هو ما عطيش راس المال 50,000 وانت تقولي له اعطيك 20 بالسوق وانت مو حاطه ولا فلس. انت لازم يكون
تقديركم للنسب مدروسة بالضبط. بالأخير هو مو موضوع أنا شاقول أنا شقنع الناس فيه. صح. فلازم يكون عندكم أنت الإقناع. أي. يعني أنت تقنعين إنسان بيديش مستثمر معاك، شلون تقنعينه؟ ما عطيناهم دراسة كافية لأن هم تجار ولهم صيتهم ولهم مجالهم من زمان. فأي أنا كمبتدئة أي أقول لهم والله أنا بربحكم من شغلي 20% ما رح يرضى. حاولنا نقنعهم بس ما قنعناهم يعني صراحة بسبب سالفة الدراسة هذه، ولا كل شيء كان أوكي ماشي على ما يرام، بس إن دراستنا ما كانت بالمستوى المطلوب. ما تقنعينا تقولي له والله أعطيك 20% وتحطي 50,000، ما يجي سعر كلام. يمكن مدخلين مليون دينار ربح السنة طافت. لا تونا مبلشين احنا ما صار لنا فالمشروع الواحد اللي داشين فيه المشروع الواحد اللي داشين فيه كم تربحون منه؟ العشرة اللي دشيتوا فيه يعني سويتوهم يعني احنا 100%. لا ادري المبلغ فوق الجمهور. الالف ما اسمع فوق الالف حق كل واحدة كل لا اوكي الارباح فانتوا ربحتوا 20,000 دينار ما 24,000 كل واحدة 1,000 دينار بالعشر مشاريع كلها اي بالعشر مشاريع لان احنا شركة بالنص بالنصيفة. إيه في العشر مشاريع طلعت 2,000 دينار ربح. العشر مشاريع كبداية 2,000 دينار بالعشر مشاريع كلها مبلغ كلش مو مقري. عندنا رغم مدروسة بس ما حبوا نسبة الربح، كانت وايد قليلة على اللي هم يبونه على المبلغ اللي كانوا راح يعطونا إياه وايد. تسعيرتكم للرسمة حاطين لها يعني حاطين سعر معين للخدمة اللي قاعد تقدمونها؟ أنا حاس إن مذبذبة عندكم مو واضحة. مو مذبذبة، ما نقدر نحط لنا السعر اللي إحنا فعلا نستحقه كأنا أخدمهم كتصميم أخدمهم كتنفيذ، ما أقدر حاليا أحط السعر اللي أنا فعلا أستحقه بالخدمات اللي أنا قاعد أقدمها أو بالخبرة بعد، لأن خبرتنا توها مبلشين فيها ماخذينها هواية، فما نقدر نعطيهم سعر حيل عالي راح يستغربون. أنتوا لا عندكم لا شركة لا مكان، فشلون تاخذون مني 3 او تاخذون 15 وانتم توكم قاعد تجون عندنا في البيت؟ فلما يكون في مكان في عدل. معرض عدل. في برامج في اشياء معينه تقدمها كخدمات حق العميل. لولو واسماء ما كان عندهم دراسه واقعيه تسر المستثمرين، يمكن لصغر السن ما عندهم الخبرة الكافية الإدارية، الخبرة الفنية محتاجة تسقل أكثر بدورات يمكن أو يشتغلون في مكاتب تصميم داخلي. أنا برأيي خلينا نشوف رأي الإخوان أي. شنو اللي يرون بهذا الموضوع إذا كان عندهم رؤى مشاركة في هذا المشروع. أنا من ناحيتي ما أعتقد أن عندي قابلية لهذا الموضوع مع الأخ عبد العزيز والإخوان. أحب أنا أسأل، أنتوا تبون 50,000 شلون تبون تصرفونها؟ نأجر لنا أول شيء موقع أي أنزين، ونجيب لنا آلات نجارة وزائد نجار زين، عشان نقدر نصنع فيها الأثاث، وزائد بنفس المكان اللي إحنا بنصنع فيه نبي نسوي معرض. المعرض هذا شنو راح يخدمه؟ راح يخدمه نعرض أثاثنا زائد تصاميمنا استشاراتنا، يعني احنا نقدر نصمم حق العميل اذا يا نصمم له باثاثنا الموجود او ان احنا نروح له ونختار له من السوق. طيب هذا يعني بتسوون ورشه شبه نجاره وتنجيد بالضبط زين وانتم بتروحون وانتم بتسوون التصميم بالضبط وتتفقون معاه عدل. شلون حسبتي 50,000 شلي بسرعه يعني حسبتها على يعني الخمسين راح تصرفونها خلال 6 أشهر ولا 4 أشهر ولا فورا ولا خلال سنة؟ لا خلال سنة تقريبا تصرفونها خلال سنة. اي الأيدي العاملة المكان الخامات المستوردة اي فكذي راح تتقسم. عندك سؤال ثاني؟ انا اعتذر لا وايد معلومات ناقصة عندكم أوكي. مو مدروسة. طموحكم جيد وممتاز بس عشان تطلبون نقد من أي طرف خصوصاً في مسألة تجارية ومسألة مشاركة لازم تقدمون دراسة على الورق وناس محاسبين يقعدون وياكم مهندسين يقعدون وياكم وتبينون تفاصيل هذه كلها اللي يسمونها بزنس بلان. yes. انتم ما عندكم بزنس بلان
فلازم تخلقون هالبزنس بلان. أوكي. وإذا ما عندكم دراية روحوا حق مكاتب اللي متخصصة في, ولازم تدفعون تستثمرون في هذا. فالبزنس بلان الخطة هذه هي اللي راح توجهكم. أوكي. واللي يبي يستثمر معاكم يبي يشوف البزنس بلان. كلام غبازرد جمع فيه التوجيه والنصيحة وسبب الاعتذار تنقصهم الدراسة الدقيقة وخطة العمل. تعلمنا والله وايد منه, تعلمنا منهم صراحة أربعتهم. فعلا كل شيء لازم دراسة بالملي. استفدت خبرة, لازم أي شيء بسوي لازم ندرسه عدل, في أرقام حسابات, مو بس والله يعني المرحلة تعدت إنه بس هواية وإنه نبي نشتغل ونبي نروح ونسوي كل شيء بإيدنا. لا, إذا سوق يعني سوق لازم أرقام, لازم جداول, لازم حسابات, أحد يتابع بعد من ورانا. السوق فيه منافسة كبيرة وضخمة جدا جدا جدا, وسوق غير منظم في نفس الوقت, خطر. زين إنه أنتوا ناويين تسوون شيء كبنات أهل الديرة, والله يوفقكم إن شاء الله. تسلم تسلم, مشكور, ما قصرت. الله يسلمك. أنا عن نفسي أنا هم نفس الشيء يعني, ولكن أنا ودي أضيف على الكلام اللي انقال بنصيحة. أنتوا طبعا أنا نصيحتي لو أنا عنكم أنسى فكرة المصنع المعرض والمصنع والأمور هذه. أنتوا اللي قاعد تسوونه قاعد تزيدون على نفسكم fixed costs, ها, أصول وfixed costs وهذا التكاليف. أنتوا شغل الانتيريور ديزاين يعني يعتمد عليكم انتم على التالنت مالكم انتم بالضبط. زين, وبعدين انت المعرض احسن طريقه تسوقون يعني خدمتكم هم العشرة اللي اشتغلتوا لهم انتم. فانتم انا نصيحتي لكم بلشوا سمول, يسمونه لين, يعني لين بزنس, لين ستارت اب, بدون ما تحطون مصاريف عليكم عاليه. اوكي, وفكر كلامكم صح, المنطق ان انا ابلش بسعر رخيص ارخص من المنافسين عشان اخذ ماركت شير. بالضبط, كملوا عليه العشرة ان شاء الله تصير 20 30 40 50, راح تشوفون خلاص طلع لكم صيت حالكم حال اللي بلشوا, كل الناس اللي بلشت. صح. فلا تفكرون تبلشون تحطون الفيكست كوست ومكان وهذا, لان هذا راح يؤذيكم ويعني راح يغرق البزنس مالكم. صح. فنصيحتي لكم ان تمشون على هذا يسمونه هذه الاستراتيجي افضل من اللي المعرض والأثاث والتصنيع وهالأمور هذه. والله يوفقكم إن شاء الله. تسلم, مشكورين, ما قصرت, استفدنا منكم صراحة. رأيي بالبرنامج صراحة وايد حلو, وايد حماسي يعني. كان زين إنه يكون في سيزن بعد عشان أرد أشارك مرة ثانية وأستعد أكثر وأسوي الدراسة هذه اللي مرضوا عليها مرة ثانية. It's not investable يعني, بالنهاية بسوي لك محل وريتيل وهذا وأجار وعوار راس. كملي على إذا أنت ناجحة, كملي على يسمونه نفس الموال, سوي من 10 مشاريع وصليهم 20 وصليهم 30. أسماء إدريس ولول والتميمي ما قدروا يكسبون الديل. المستثمرين انصحوهم يسوون دراسة دقيقة للمشروع وتكون عندهم خطة عمل واضحة. أما مريم له مصممة الأزياء قاعدة تستعد لمناقشة مشروعها مع المستثمرين. خلونا نتابع. السلام عليكم, أول شيء يعطيكم العافية. طبعا الموضوع هو بالنسبة لي وايد سهل, لكن صعب اني انقله حق رجال كونه مو تخصصكم يعني, ولا تلبسون فاهمين على اسمي. معكم مريم لهو, مصممه ازياء. الحين نبي نشوف ال المشروع عباره عن ازياء وستايلست. الفكره ما جتني, الفكره انا اللي جيتها وقررت انها ما تكون مجرد فكره, انما طبقتها لتكون مشروع قائم وناجح لها. اللي يمشي بحب ما يشوف صعوبات, يشوف طريق الوصول وايد سهل. يعطيك العافية.
الله يعافيكم. طبعا انا مصممه ازياء وستايلست، صار لي 14 سنه بالمجال. اللي شفتوا التقرير هذا بمحلي القديم، صار لي اسبوع تقريبا منتقله حق اهم شارع بالكويت اللي هو شارع البلاجات. الله يبارك فيكم، ما قصرتوا. فانتقلت هذه النقله حق البرايدل. طبعا ما عندنا احنا براند كويتي متخصص، وانتم عارفين اهميه البراند الكويتي عند الجي سي سي، عند الوطن العربي، كونه ذوق فعلا ينطرح على العالم. معيار النجاح اني انا بديت من البيت والحين عندي مكان اتشلي كامل مع ستاف، فهذا معيار النجاح عندي. عصامية الحمد لله، لان قاعده اشتغل بحب واشتغل بشيء انا فعلا احبه. انا مو قاعده ادعي، بروفيشنال بشغلي، شخصيه جاده، شخصيه صارمه. هذه التصاميم احنا نسميها كلغه مصممين الكولاج، يعني تقص وتركب على المانيكان. ما حد قاعد يشتغل بهالتقنية إلا أشخاص قلة في العالم، وأنا واحدة بالعالم. أنا قاعدة أعطيك شيء فعلاً ممكن تشوفه في فترينات برا، ممكن تجاري فيه أي ماركة عالمية، من ناحية فينيشينج، من ناحية حرفية، من ناحية استخدام خامات. ثقة مريم بنفسها وحرفية شغلها جذبت المستثمرين. إذا بتكلم عن شخصية المبادرة، ما شاء الله هي عندها الشخصية القيادية. تفضل ندش شوية بالأرقام. أكيد. أو إنزين، فأول شيء قولي لنا كم المبلغ اللي طالبته؟ أنا حالياً اللي طالبته مبلغ 45,000. نعم. كوني توني داشة السوق، رايحة 12,000 تسويق، وعندي مصاريف تشغيلية 35,000 بالسنة. بالسنة؟ بالسنة، إحنا نتكلم بالسنة. أنت الحين من 14 سنة اشتغلتي صح ولا لا؟ صح. هل ارتقيتي إن إن أرباحك عم تزيد ولا هي ماشية ستيبل أو هي بنزول؟ لا، الأرباح الحمد لله قاعد تزيد. تزيد. شنو الزيادة نسبتها يعني؟ يعني قاعد نتكلم عن السنة اللي طافت. كان الربح البروفيت 25,000. هالسنة المتوقع 240. مريم تفضل. تفضل. سوري قاطعتك. 45,000 الشريك كم راح ياخذ حصة من الشركة مقابل هالمبلغ؟ ما عندي مشكلة. لا كم ان شاء الله توصل لمرحلة 50-50، ما عندي مشكلة. هو بالنهاية تاجر بيستفيد، وانا بالنهاية نفس الشيء، نبي المنفعة تكون واحدة. ذكرتي مبلغ مهم جدا اللي هو 250,000. 240,000. اي نعم. هذا صار انجزتي؟ لا أنا توني صار أسبوع بس. أنا قاعدة أتكلم بالمتشائم. بالمتشائم لو بعت بس 10 قطع أو أجرت 10 قطع بمبلغ 2,000 دينار، أنت صافي لك 20,000 كل شهر. هذا بالمتشائم. مريم عطتهم أرقام مغرية، راح نشوف تنافس المستثمرين عديل. 10 قطع بالشهر قصدك؟ بالشهر. هذا متشائم. ومعظم ايجار صح؟ ما مو بيت. كله ايجار. الحين السائد ايجار، لان تدري القطع كبيره وكذي. حجم سوق الاقمشه في الكويت اخر احصائيات وصل الى 50 مليون دينار. ما شاء الله. في نمو كبير. نعم. احصائيا انا متابع الامور. ان شاء الله. في نمو كبير في السوق، تخطى 10% سنويا. ما شاء الله. بس في المقابل تكلفه عمل هذه الأشياء عالية، لأنها لا تعتمد فقط على القماش، هم ساعة العامل في الكويت عالية جدا. صح. عارفة أصيد الكوست وعارفة أطلع لك قطعة بكوست قليل، يعني عندي عقلية التاجر هذه. أوكي. شلون كان عندك السايكل مال الإنتاج خلال 14 سنة من ناحية الإنتاج ومن ناحية المصاريف ومن ناحية الربحية؟ لأنك أنت خلطتيها كلها وجيتي لآخر سنة وقلتي أنا بعرف خلال 14 سنة لما ناخذها بالسنوات. هل كان عند السنوات مرتفعة وسنوات نازلة وسنوات مربوكة شوية من ناحية العمالة؟ أهو العمالة عقبة في هذا المجال وغير المجال. أوكي. يعني أكيد ما رح أقول لك مثالية وأقول لك لا ما واجهت، لا هذه واحدة من العقبات اللي واجهتها. أوكي. أنا العقبة الوحيدة اللي أواجهها اللي مو مخليتني أنتج بشكل كبير يوازي طاقتي المركزية في العمل، كوني أنا اللي أسوي كل شيء.
سويت الديزاين كل شيء كل شيء والقص اي يعني توني مستثمره بالموارد البشريه ممكن هالسنتين انا ما اكون لكم قدامكم مثاليه انا فيني اخطاء وفيني عيوب لكن انا فنانه باحتراف بهذا الشيء. مريم تشتغل بايدها وفنانه في مجالها هالشيء شجع المستثمرين اكثر. المشروع مبلش وجاهز عندها قاعدة عملاء فوق هذا كله هي تشتغل بيدها فهذا الشيء مشجع الصراحة. فوق هذا إذا بنتكلم على مستوى السوق السوق كبير. أنا بس عندي سؤال حق طلال أنت قلت دارس السوق إذن في منافسين لها في ناس كبير وايد طبعا نفس الفكرة نفس الشيء لا نفس الفكرة بس كل واحد له الطريق ماله فكرة الكولاج هذه إذا ما ما, ما أنا ما قد شفتها أوكي بس منافسة شرسة بشكل عام في النهاية. أنت قلتي 45-12,000 تسويق و 35 أوبريشن صح يغطي مصاريفك للسنة إيه إذن أنا ضد هالفكرة الأخيرة هاي النقطة الأخيرة. أوكي. لأن أنت قلتي قاعد تقولين ناوية إن شاء الله بإذن الله تبيعين 240,000 دينار بالسنة. إيه. صح؟ بإذن الله إن شاء الله. المفروض. قولي. الأوبريشن من الشهر الثاني الثالث خلاص مغطي نفسه. أنت قاعد تبيعين بما فيه الكفاية. صح. إن تغطين الأوبريشن. صح. إيه فليش؟ أفهمك هالجزئية. يا ريت والله. أوكي. أنا هذا المبلغ لو كان مؤمن أنا مو خايفة إني أنا أطلعه. يعني أنا مشاركتي مو خايفة إني أنا أطلع هالمبلغ. إيه. لكن كثر ما يكون أمان. إيه. تدري لما. مو شرط نصرف. بالضبط. أوكي. إذا مو شرط نصرف. لا. اليوسفي بباله أوفر بس يبي يطمن من صرف المبلغ والتارجت. بالنهاية أنا إذا دشيت معاها ب50% بس مجرد توفر لها المبلغ توفر لها مو شرط نصرف فبالنهاية أنت يعني الأوفر مالي. وايد افيد لي انا يعني انا اللي استفدت. اوكي خليني اخر نشوف اذا في احد يعطيك اوفر لان انا اخلي اخر واحد. تسلم. انا ما عندي اوف انا بعيد اي بعيد طلال اذا حبيت انا ادش إيه؟ عندك استعداد تتنازل عن الاداره العامه تتخصصين فقط في الاداره التشغيليه اي مشروع في الدنيا تشغيل تسويق اداره عامه عدل ف إدارة تشغيلية تكون عليك بس الإدارة العامة والإدارة التسويقية تكون مثلاً على اللي حاب يدش عندك استعداد لهذا الشيء؟ أنا هذه أنا محتاجة يعني لها يعني لتشغل بس في الديزاين ما لتشغل يعني قصدك أني أنا أكون مصممة لبراند أي بس ولكن الإدارة المالية إدارة البراندينج نزوله في التلفزيون نزوله في السوشيال ميديا ما تتدخل أنا أشكرك على هالشيء بالعكس أنا محتاجتها طلال كنت ممكن يكون عندنا ديل بس لازم نتناقش اكيد اكيد لا الديل على الهواء بالبرنامج ولا سيروح منك كيفك قاعد اقول لك انا بلش التنافس على الديل ليش صارت ما ادري صارت انا كنت بعطيها اوفر يعني انا على كلامها وارقامها والارباح والشرط اللي انا كنت حاطه كنت الأوفر كنت مجهزة يعني بعطيها فشوف طلال عطاها أوفر بعد فكل هالأمور مشجعة فلذلك أنا عطيت ديل على قد قيمة المشروع. تصميم الأزياء شيء فني جانب فني فتكون شخصية البني آدم تبي التركيز قدر المستطاع فشالوا نوع من الهدك عني في تحدي ترى راح يصير ممكن أدش ب5,000 أوكي وديل هذا اللي يكون عندي يعني مقابل النسبة 10% أنا راضي الأوفر ثاني أحسن أكيد نسبة أنا الأوفر مالي كالآتي تفضل أنا أملش 10,000 أوكي أدش فيها أي و سوري 10,000 وأملش 35 الباجي تمام ولكن طبعا الحين بالنهاية لما أدش شريك معاك يسمونه الصرف ما صرف راح يكون معك متفقين احنا نتفق عليه طبعا 3 أشهر ما حققنا الارقام اللي نبيها ايه؟ اوقف تتغير الحسبه تتغير اوكي 3 أشهر ماشيين على التارجت مالنا خلاص معك المبلغ موجود لحظه عشان افهم يعني اوكي التارجت مالك انت شنو عشان تستمر كم تبي يعني بيع على الاقل خلينا نقول نغطي المصاريف بريك ايفن بريك ايفن يعني خلال 3 أشهر يعني تسترد ال 35 لا 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 هي الحين حاط هي قاعده تقول 240 بالسنه مبيعاتها اي نشوف شنو الكوست مالها إيه؟ اذا قادره خلال 3 أشهر تغطي الكوست مالنا
اوكي من الاوبريشن معاك 50,000 موجوده. احنا بنسوي تسويق وبنسوي خلف التسويق وما راح يطلع بيوم واحد ينصرف. اي طبعا مو بشهر واحد ينصرف التسويق طبعًا. الخطه التسويقيه بالسنه طلال عطاش 5,000 مقابل 10%، عبد العزيز عطاش 45,000 بشرط ان التارجتس المنثلي اللي انت حاطتها تتحقق. اوكي ديل ولا ما تبين الديل؟ ديل هني وديل هني عندك. ديل ممكن تاخذين اثنيناتنا عادي. اوكي لا انا مو راضي. اسمعي انا ما راضي. اليوسفي ما يبي شريك، يبي الديل بروحه. انا دشيت معاه 50-50، فلو طلال بدش 10 كان يا راح ياخذ مني انا 10 او مني انا وياها، لان انا 50 وهي 50. فشفت ان بالنهايه انا طبعا طلال كصديق راح يمكن اروح له استعين بخدماته بس بدون ما اعطيه نسبه. زين يصير افكر فيه اديله لا ما يصير. اوكي تبي تفكرين تتصلين على احد شيء عندك دقيقه تطلعين وتدخلين. لا ما تتصل على احد انا بس عندك دقيقه تفكرين فيها. اي بس هو اقوى الصراحه ما اسمع هو اقوى ياخذ الريسك اكثر. انا خواف شويه بس انا حاط شروط. اي صح لا انا ما عندي وقت للخوف للامانه، ما اضيع وقتك ولا اضيع وقتي اروح مع اللي رايح. يلا دين مبروك الله يبارك فيك. مشكور ما قصرتوا. تسلم تسلم تسلمون ما قصرتوا. مشكورين الله يسلمكم. تردد طلال وتخوفه ضيع الديل. مريم اختارت اليوسفي. طلال قال لي شوي خايف، فأنا من كلمة خايف سويت لا ما أتعامل مع أشخاص شوي تخاف. مشروعها صار محرز ووايد حلو لي أنا من ناحية الأرقام، فما كنت حاب أشارك أحد صراحة بالموضوع. مبروك إن شاء الله. الله يبارك حياتك. إذا أرقامها سليمة يعني إيه إذا أرقامها سليمة من أول شهر لازم تغطي مصاريفها. ما تبي المبلغ. مريم بشطارتها خلت اليوسفي والمهنة يتنافسون على الاستثمار واختارت اليوسفي وربحت الديل. خلينا نشوف عبد العزيز الهملان اللي عنده شركة إنتاج فني ومهتم بتنظيم الحفلات الغنائية شنو يسوي مع المستثمرين. عرفنا من فضلك على أخوك عبد العزيز الهملان. عندنا شركة الجزر الثلاثة مسحبين منها فرع للإنتاج الفني. تميزنا بالحفلات الغنائية. خوش هنشوف التقرير إن شاء الله. طبعاً أنا عندي شركة إنتاج، وتميزت شركة الإنتاج في إنتاج الحفلات الغنائية بالأخص الحفلات. طبعاً إنتجنا حفلتين داخل الكويت وفي عندنا حفلة خارج الكويت. طبعاً هي شركة تجارة عامة، إحنا سحبنا منها فرع إنتاج فني. في عندنا عروض اللي هي مسلسلات وبرامج، حالياً شغال في برنامج، والمسلسلات للحين المسلسلات سيولتها وايد عالية ما أملكها. المجال هذا طبعاً مكلف ولكن الربح فيه مضاعف، يعني أقدر أربح أنا ضعفين اللي أنا راح أدفعه. طبعاً التكلفة اللي محتاجها المشروع للتطوير 250,000 دينار، رايحة على سيارة نقل لمعدات الشركة، رايحة للمعدات اللي هي سماعات، إضاءات، شاشات، سيستم صوت كامل، سيستم إضاءات كامل، ومحتاجين الكولد فاير وهذه الشغلات اللي هي تنشط الإنتاج الفني تخليني قوي حتى وأنا في السوق، لأن في النهاية هذا يعتبر صكوك للشركة. نبي بس تعطينا نوعا ما، أنت بديت بالتجارة العامة وانتقلت لموضوع الاستديو الفني هذا. نعم. النقلة هذه هل كانت من خلال يعني دراسة فنية أو أخذت كبس هواية؟ نبي تبين لنا هذا الموضوع. النقلة اللي صارت مفاجأة من عندي أصدقائي وايد منتجين في الحفلات الغنائية، اضطريت أني أدخل المجال هذا، وقفت شغلي في التجارة، دشيت في إنتاج الحفلات الغنائية. إنتاج الحفلات الغنائية مربحها ممكن أن احنا نقول خطير، مو سهل.
مربحها يعني يعطيك دبل الكوست اللي يكلفني، يمكن يعطيني تربل احيانا. بس احنا ما نمتلك بالكويت مسرح. احنا اليوم عندنا الحفلات الغنائيه اللي تصير بالكويت ماكسيموم الجمهور يوصل 2000. طيب احنا 4 ملايين اليوم في البلد، مستحيل ما في احد يتوجه الى الانتاج الفني او الحفلات الغنائيه. اليوم انا كعبد العزيز يوم سويت شركه الانتاج لقيت ان الكوست مال الحفله مكلف، بس لو انا امتلك المعدات هذه ممكن بحفلتين او 3 حفلات انا امتلك المعدات اللي تشغلني 10 سنوات مرتاح، ما اجرها من السوق، مثل السماعات، هندسه الصوت في الكامل، الستيج حق الجمهور، الكراسي، الشاشات، الاضاءات، الكاميرات، هذه كلها انا اجرها. يعني اليوم انا اسوي حفله تكلفني تقريبا 50 إلى 60 ألف دينار، اذا الجمهور كان عندي فول سولد اوت انا مطلع على حسبه البلنطه والكراسي ال2000 انا مطلع 200 ألف دينار. بس الكوست مالي لو انا امتلك المعدات هذه كامله ممكن الحفله ما تكلفني الا 20 ألف دينار. اذا اللي تحتاجه داخل المسرح، نعم، هو هذا الاستثمار انت تحتاجه، نعم، عشان لا تضطر انك تستاجر. نعم. يعني متى تسترجع هال 250؟ انت شلون حسبت 250؟ السياره كم مكلفه؟ هلا طال عمرك السياره من ضمنها. نعم، سياره كامله بكل السيارة شيء، السياره تقريبا راح ناخذها ب 25 ألف دينار. أوكي. سياره اللي هي تحمل معدات النقل، اللي هي السماعات مع الشاشات مع الكولد فاير والشغلات اللي تصير داخل المسرح. واذا توفر المبلغ في الكامل، إيه؟ انا المبلغ لو بيدش معي مستثمر انا اعتبرها قرض حسن. شلون قرض حسن؟ إيه؟ يعني لو اليوم انا تتوفر لي 250 ألف، ال 250 ألف أنا مستعد أسددها في سنة ونص، وخلال هالسنة ونص المستثمر يدخل معاي بأرباح بكل حفلة. يعني أي حفلة أسويها يدخل معاي المستثمر، بدال أنا اليوم أدفع حق 30-40 ألف دينار برا أني أستأجر منهم المعدات كاملة، أنا أعطي نص أجر لي برا للمستثمر اللي دخل معاي. يعني كذي حاش المستثمر خلنا نقول 15 ألف أو 20 ألف على كل حفلة. المبلغ اللي طالبه وايد كبير، وهالشيء راح يقلل من رغبة المستثمرين بالاستثمار. الأرقام اللي كان قايلها مو المبلغ اللي طالبه، الاستثمار اللي بيستثمره بالمبلغ من معدات شوية أنا أفهم فيها كصوتيات وما صوتيات هالأمور، فكنت حاس إن أرقامه مو دقيقة يعني مبالغ فيها. ما أتوقع أن المبلغ هذا بالنسبة لهم، بس بالنسبة لي أنا ولطموحي مبلغ كبير، لو أملكه ما يته، بس المبلغ هذا أنا أعطيتهم فيه عرض وايد حلو. على كلامك حفلة واحدة تسويها، نعم، المفروض أنت مغطي كل هذا اللي تبيه، يعني أمورك السيارة جايبها كله إيجار والكوست. أنا اشتغلت 3 حفلات، من ضمن الثلاث حفلات هذه اضطريت أني أحط لي مقر. وين كنت أقابل أنا الأشخاص اللي كنت أتفق معاهم والشركات اللي كنت أتفق معاهم؟ كنت أقابلهم في لوبي الفنادق أول مرة. اليوم يوم سويت الحفلة الثالثة قمت أقابلهم، صار عندي مكتب. فالثلاث حفلات كم يعني مدخول الحفلة خلينا نقول؟ يعني خدت تعطينا الحفلة يعني على حسب الفنان، نعم، اللي أنا بجيبه، نعم، على حسب المكان. اليوم لو أنت تعطيني مسرح بالكويت، نعم، 5000 شخص، ما أنا منتج، نعم، أنا مطلوب مني إني أفول الحفلة هذه، أنتج شيء حلو، عدل ولا لا؟ فكل ما تفول الحفلة والمدخول بيضرب العالمين، يا ما في حفلات خسرانة وفي حفلات ربحانة. بس إذا بنتكلم على المستثمر، اليوم المستثمر ما له شغل خسر ولا ربح. يعني لو أنا اليوم ما أعرفك وأجرت لك المعدة ب10 دنانير، إذا حفلتك خسرت ما راح تعطيني العشرة؟ راح تدفع العشرة للمستثمر اللي هو الشركات اللي أنا أتفق معاها. ما في شركة أقول أنا خسرت ما راح أحاسبك، في عقود. تركز على قرض الحسن، نعم، مو الشراكة. إيه أنا هذا السؤال كنت خايف أسأله صراحة. لا تفضل، أنا بالعكس عندي طريقة ثانية. أنا أقدر أدخلك بنسبة أي مستثمر 50%، أي بالشركة 50%. واحد، ال50% هذه تدفع 250 ألف دينار. ال50% أنا أكتب إن المعدات الإجمالية اللي شريناها تخص فلان ما تخصني، تمام؟ وفي كل حفلة أنا مستعد أعطيك نص أجر السوق اللي برا. لو احنا نحسبها بس من الباب هذا، خلنا على سبيل المثال انا سويت 10 حفلات في السنه ونص اللي احنا اتفقنا عليها، اقل حفله اعطيك فيها 15 ألف، انت هني كم اخذت؟ 150 ألف دينار. 150 الف دينار هني احنا جينا عشان اسدد لك انا ال 250. النص الفائده اللي انا شلتها من اللي انا اجر منهم اللي هي ال 15 الثانيه، انا قاعد اجمع لك اياها وانت ما تدري، عشان بعد شهر بعد سنه ونص ازيد من جيبي 100 ألف، اصبحت المعدات كلها ملكي.
أصبح كل شيء ملكي، أنت راضي وأنا راضي، أنت دفعت 250 خذيتهم 400,000. واضح أن المستثمرين مو عاجبهم الأوفر. العرض اللي راح يدفع 250 خلال سنة ونص راح يأخذهم 400,000، أني أنا راح أجر منه المعدات ممكن بنفس قيمة السوق أو أقل من قيمة السوق، بس ورا سنة ونص أنا أملك المعدات هذه، هرجع له فلوسه مع الفائدات اللي هو يأخذها. زين، أنا أروح دار الأوبرا، أدري إن مو كل حفلة تكون متروسة، فبناء على هالمعطيات ولا هالمعلومات اللي عندي شفت إن المبلغ وايد عالي. في أوبشن ثالث أو رابع أو خامس، يعني إن المستثمر هو يشتري المعدات. نعم. ويأجرهم عليك لين أنت تسدد يسمونه. أسدد قيمتهم وأرباحهم وبعدين تعطيني إياهم. إيه؟ أنا أوافق الرأي هذا. أوكي. هذا أنا وايد أوافقه بعد، ما عندي مشكلة، بس إن المعدات هذه اللي أنا راح أختارها بالقيمة الفلانية إن بعد السنة ونص بعد ما نتفق على سداد تصبح ملكي، عشان أنا بعد سنة ونص أقول لك شكرا أنا استفدت. ليسينج. ولكن على فكرة قلتها لك صراحة، بس أنا ما يلي أستفهم صراحة. نعم. أنا بس قلت لك صراحة كذي. أنا راح أعتذر. نعم. لأن الأمانة مو مجالي ولا أفهم فيه. نعم. والمبلغ اللي طالبه عالي. حتى مو مجالك اليوم أنت مستثمر. صح، بس يعني صح لازم تكون يعني لازم تعرف فلوسك وين راحت، بس لازم تشتغل بكل مجال. لا مو شرط، مو صح، المستثمر ممكن يركز على شيء هو فاهم فيه. الأمانة يعني ويكون متخصص. نعم. وما يكون يسمونه بس ما في ريسك لان المعدات بس انا بس بغيت اجاوبك ان المستثمر لا يركز ودقيق ويركز على مجال واحد او مجالين، يعني اذا في شيء مو فاهمه دائما يوخر عنه. كلام الهملان استفز اليوسفي وخلاه يرد عليه. اعتذروا لأن يقولون مو مجالهم، بس لو كل مستثمر يبي يحب مجاله ممكن بيغلون المستثمرين، ولكن المستثمر لازم إنه يكون داعم لأي مجال وياخذ ضماناته كمستثمر. ممكن إنه يكون عنده حق الإدارة كمستثمر، مو شرط إنه يحب المشروع أو مو شرط إنه يعرف المشروع. شوف أتمنى لك كل التوفيق عبد العزيز. السمي. الله يحفظك، تسلم طال عمرك. لما تقول المعدات لك، أنا إذا دفعت هالمبلغ وعندي معدات ما أدري شو أسوي فيهم، يعني ماني فرحان لأن ما أحتاج. صح. نلعب شلون أضطر أنا ذيك ساعة أدور على من اللي يستأجرهم مني عشان أسترد فلوسي. نعم. هذا مو ضمان، هذا ما يعتبر ضمان إن أنا المعدات حصل 50% في الشركة. طبعًا الآن فقصدي هالمبدأ هذا ما تقدر تسوقه إلا إذا شخص عنده نظرة إنه يستثمر في المعدات وبدونك يقدر يشتغل فيهم. نعم. ذيك الساعة كلامك صح. بس في طال عمرك عندي استفسار بسيط. ايه. إن أنت حتى لو مو مجالك وشريت هالمعدات، أنا مغنيك إن أنت تسوي إعلان أو تسوق لمعداتك، لأن معداتك أنا راح أشغلها، ولما أنت توفر ليها في نص القيمة أنا مضطر إني أسوي حفلة كل شهر، إن المعدات أصبحت بنص التكلفة. لو ييني 40% من عدد الصالة أنا طلعت أرباحك وطلعت أرباحي وأنا مستفيد، مو شرط إني أفول اليوم عشان أقول الحمد لله أنا ربحت. لو النسبة اللي ربحتها 5%، بس أهم شيء إن أنا حلمي وطموحي بعد سنة ونص أسكر لك قيمة المعدات اللي أنت شريت لي. هل 250 تحتاجهم فورا؟ لا. إيش كثر؟ ممكن على فترة 4 شهور. 4 شهور. وممكن على فترة 4 شهور لو إحنا نتفق وناخذ الأساس، ممكن الأساس يطلع 100-150 الأساس. لو ناخذ الاساس ممكن ان احنا خلاص من ارباح انت ترد تاخذ وتشتري، يعني يكون في تفاهم يكون بيننا. اكو كور ما نسميها اللب. نعم. الشغله هذه. نعم. كم تكلف تقديرك له؟ نقول 150. 150. نعم. طيب اللي هو ساوندز وال الصوتيات. الصوتيات. المعدات الصوتيه والشاشات وهذيل، يعني ممكن انزل بعد تحت. كل ما يكون رقم اقل كل ما تكون الفرصه ان الشخص يستثمر اعلى. محاولة من اليوسفي لإنجاح أي فرصة للديل. فكرة حلوة. لا بس اليوم السياحة بالكويت اليوم تبي، يعني اليوم لو في كل شهر في عندنا حفلة بدار الأوبرا أو أي فندق في الكويت قاعد تشوفون بسرعة قاعد يصير سولد أوت. فأنا لو معاي بوش من البداية مستثمر غوي يقول جوهد يا ولدي جوهد، وأنا أقول لك تم جوهد وأنا ما بفلوس بيدي. ففي أوفرات ولا لا؟ لا مشروع طموح، بس أنا ما طموح. أنا أعتذر. إحنا لا تواخذنا، إحنا مو موسيقيين يعني ما. نعم. ما إحنا بالفن يعني فما. نعم. نفهم بالفن. نعم. بس عرفنا شيء عرفنا شيء جديد مهم جدا و يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. بالعكس أنا اللي سعيد في لقائكم صراحة. واثق من شغلك يعني نشوف. لا واثق من شغلك وشغلك. الله يحفظك تسلم طال عمرك. شيء فرق. ما أعتقد راح تشوف مشكلة. بالعكس نتعلم منكم طال عمرك. الله يسلمك. الله يحفظك إن شاء الله. شكرا.
السلام. أنا عندي تحفظ على هذا السوق في الكويت يعني حالياً، ما أتوقعه الوقت المناسب يعني للاستثمار فيه، ولكن إذا تغيرت معطيات السوق مستقبلاً بيكون سوق واعد، بس حالياً أتوقع هو يعني في ريسك كبير للدخول في هذا السوق. أنا ما كنت أعرف بالإنتاج شيء، لكن اليوم أنا الصحافة أطلقت علي العراب، وأنا ما أعرف شيء في الإنتاج، لكن تعلمت، سويت حفلات أبرزت إن إحنا حفلاتنا ناجحة. خلصنا أربعة. الله يوفقه. الله يوفقه إن شاء الله. الله يوفقه إن شاء الله. تراكو أكو ناس غيرنا أنا متأكد يحبون. النقلة هذه اللي نقلها من تجارة لإنتاج فني ترى مو سهلة. صح. وخاصة هو مدارس. صح. يقول أنا أخذتها من أصدقاء منتجين. صح. يمكن تعلمها منهم. بس عمي للعلم أنا شوية فاهم أنا ما بغيت ناجرة. الأرقام اللي قاعد يقولها وايد غلط. عبد العزيز كمال تمكن من إقناع اليوسفي وربح الديل، استثمر معاه اليوسفي ب20,000 دينار مقابل 10% بالشركة، وشرط عليه عدم تحمله مسؤولية القرض من الصندوق. أما أسماء إدريس ولولو التميمي اللي كانوا يبون معرض ورشة للتصميم الداخلي ما قدروا يكسبون الديل، والمستثمرين انصحوهم يرتبون شغلهم أكثر ويكون عندهم دراسة واضحة وخطة عمل حتى يقنعون أي مستثمر، على عكس مريم اللهو مصممة الأزياء اللي خلت المهنة واليوسفي يتنافسون على الديل، واختارت اليوسفي كمستثمر اللي عطاها 10,000 دينار وتأمين 35,000 دينار للمصارف مقابل 5% من الشركة. أما عبد العزيز الهملان اللي مهتم بإقامة الحفلات القنائية طلع من غير ديل. اليوم نجح معانا عصاميين في كسب الديل، وعصاميين ما قدروا يربحون الديل، ونشوف باقي العصاميين في الحلقات القادمة.